قلت لك انا قبل جامد كده ان البارافرينجال سبيس ده هو السبيس اللي جنب الفانكس، ده الفانكس وده البارافرينجال سبيس. السبيس اصلا دوت ما فيهوش حاجه، فيه فات بس. ركز معايا بقى عشان نخلص من الموضوع. امال ايه بقى المشكله في الفات دوت اللي انت هتسمعه دلوقتي؟ ادي الفارنكس اللي هو مليان هواء، وادي البارافرينجال سبيس اللي هو على جانبي الفارنكس. طيب ايه فايده السبيس دوت؟ فايده جباره جدا جدا جدا، انه بيشتغل اناتوميك لاند مارك. هو نفسه ما بيطلعش فيه حاجه، هو نفسه، لكن بيشتغل اناتوميك لاند مارك اللي حواليه عشان تقدر تعرف انت بتتعامل مع ايه بالظبط. ايه هي الكونتنتس بتاعت البارافرينجيال سبيس؟ فات بس. واما الارتريز والفينز والنيرفز ما بيبانوش، يعني هو في حاجات بتعدي فيه نيورو فاسكولار باندل ما بنشوفهاش. كل اللي بنشوفه في السي تي وفي الام ار هو الفات ده. الفات دوت بيمتد من اول السكال بيز لحد الاوروفانس، دوت البارافرينجيال سبيس. هو زي ما انا قلت لك بيشتغل اناتوميك لاند مارك. ادي البارافرينجيال سبيس ام ار تي 1 كونتيننج فات في الكورونال، هو ده بيمتد من اول السكال بيز لحد الاوروفان. ده كل الهمبليصه اللي فيه، الاناتومي بتاعه هو شخصيا. طيب هل احنا عندنا حاجه اسمها سي تي اوف ذا بارافرينجيال سبيس؟ لا، بس عندنا سي تي نيزوفارينكس، عندنا سي تي سليفري جلاندز، عندنا سي تي انفرا تيمبرال فوسا زي ما هنقول دلوقتي. الحته دي بتتفحص هنا بلا على بعضها عند اكزيال اند كورونال بلين. الاكزيال بيبقى مماثل المانديبولر ريموس وينتهي عند السكال بيز، والكورونال بياخد الحته اللي فيها الفارنكس واللي طبعا بالقطع هيكون جنبها البارافرينجيال سبيس. نفس الحكاية اكزيال اند كورونا بون وسوفت سيمتريك بيشن بوزيشن وسوا، هم دول الحاجات اللي احنا محتاجينها زي اي حتة تاني في الهيد اند نيك. طيب ايه فايدة السي تي؟ ايه فايدة الام ار؟ السي تي كويس جدا في الكالسيوم والبون سكليروزس والبون ايروجنز. الام ار كويس جدا في الفيسلز، يعني تعرف تشوف الفيسلز من غير ما تحقن سوا، ما بيطلعش ارتفاكتس من البون زي السي تي ما بيطلع ارتفاكتس، وكمان بيعمل مالتي بلانر ايميجنج. والاس تي دلوقتي بيعمل الكلام ده، بيعمل اكزيال وساجيتال وكورون. واحد عنده ليجن ريليتد تو ذا بارافرينجيال سبيس بيشتكي من ايه؟ ممكن يكون عنده بلش تحت الانجل اوف ذا ماندبل اللي هو دوت كده، وممكن يكون زوره بيوجعه وعنده ديسفيجن وعنده تشينج اوف ذا فويس وفي نزل اوبستراكشن وفي كرينيال نير باثولوجي وفي ماس اللي هي ديت كده. ده كلينيكالي. طيب راديولوجيكالي بقى، البارافرينجيال سبيس اللي هو البرتقان اللي انت شايفه دوت كده ليه اربع اتجاهات، قدام ورا بالجنب ميديا. كل اللي مطلوب منك ان لما تطلع ماس في الحته ديت تعرف هي فين بالنسبه للبارافرينجيال سبيس، هل هي ميديال ولا لاترال ولا قدام ولا ورا. هتعرفها ازاي؟ هتلاقي الفات ده اتزق، اتزق لبره يبقى هي جوه، اتزق لجوه يبقى هي بره، وهكذا. مفهوم يا جماعه الخير؟ طيب تعالى بقى، احنا عندنا البارافرينجيال سبيس اللي هو ده اللي هو الفات ده اللي انت شايفه، عنده حاجه قدام وعنده حاجه لاترال وعنده حاجه بوستيرير وعنده حاجه ميديا. يستدعي الامر منك انك تعرف الاول ايه الحاجات اللي موجوده قدامه وايه الحاجات اللي موجوده وراه وايه الحاجات اللي جنبه وايه الحاجات اللي ميديا، عشان الباثولوجي هيطلع من الحاجات دي. ودي مش يعني اللي احنا عاوزين نتعرض له دلوقتي حالا. ايه الحاجات اللي قدام؟ ركز بقى معايا جدا.
ادي البارافرينجيال سبيس وادي الحته اللي قدام بالنسبه له. ايه اللي فيها من ناحيه الاناتومي؟ المكزيلاري ساينس صح؟ والتريجويد بليتس معروفين دول صح؟ طيب جوه التريجويد بليتس التريجويد فوس شابك في التريجويد لاترال تريجويد بليت شابك في اللاترال والميديال تريجويد هما المصلتين واحده شابكه من جوه والثانيه شابكه من بره. اسمهم ايه دولت؟ ميديال اند لاترال تريجويد ماسلز. طيب كمان في الريمس اوف ذا ماندبل وشابك في الريمس من جوه التمبوراليس الحته اللي انا بشاور عليها دي التمبوراليس. التمبوراليس راكبه على الجمجمه كده بتتلم في تندون بيشبك في الماندبل من جوه وشابك فيه من بره المسيتر خلاص كده. وقدامه في فات ده الفات ده في غايه الاهميه اسمه انفرا تمبرال فوسا فات خلاص كده لان ده بيعول عليه الجراحين قوي من ناحيه النيوبلازم. هل النيوبلازم قفل الفات ولا الفات لسه سليم؟ يبقى عندك اربعه ماسلز اللي هم the muscles of mastication اللي هم الماسيتر اللي هي دي التيمبوراليس اللي هي دي الميديال واللاترال تريجويد وعندك الريمس اوف ذا ماندبل وعندك المانديبولار نيرف كل النيرفات ما بتبانش يبقى مش هتشوف وعندك الفات بيهايند ذا انترال وول اللي هو اللي انا قلت لك عليه خلاص. ده الاناتومي اللي قدامه. تعالى للاناتومي اللي على جنب. ده الريمس اوف ذا ماندبل وده الستايلويد بروسس. الستايلويد بيقسم المسافه ما بين الماندبل والسباين الى جزئين. جزء قدامه وجزء وراه. حلو قوي؟ حلو قوي. اللي قدامه اسمه كده ستايلو مانديبولار تانل. ستايلو مانديبولار تانل بيمشي فيه مين؟ ديب لوب اوف ذا باراتيد جلاند ده اللي احنا اتكلمنا عليه في السليم. واللي وراه اسمه ريترو ستايلويد سبيس. ريترو ستايلويد سبيس وهو اللي فيه الكاروتيد شيز الحته ديت كده اللي هو فيه مين؟ الكاروتيد شيز. طيب يبقى انت دلوقتي ركز معايا الحته اللي على جنب اول حاجه فيها the deep lobe of the parotid gland صح كده؟ طيب بعد كده ال external carotid artery ورا ال styloid process هنا هو ال retromandibular vein اللي هو ده ورا ال ramus of the mandible على طول جوه ال parotid gland اسمه retromandibular vein اللي هو متغطي عليه بالسهم. الفيشال نيرف ما بيبانش والليمف نودز ما بتبانش الا لو كانت باثولوجيك. يبقى انت باقي لك ايه في الاناتومي في الحته ديت؟ الديب لوب اوف ذا باراتيد جلاند والريترو مانديبولار فين هم دول بس اللي تعرفهم. طيب تعالى بقى للحته اللي ورا الستايلويد الحته دي اسمها ذا كاروتيد كانال. الكاروتيد كانال فيها انترنال كاروتيد ارتر وفيها انترنال جاجولار فين وفيها الكرينيال نيرفز من 9 ل 12 وفيها ليمف نودز. النيرفز ما بتبانش والليمف نودز ما بتبانش ما بقيلكش الا الاثنين دول انترنال كاروتيد ارتري انترنال جاجولار فين اهو وده الستايلويد اللي هم دول. طب ليه احنا بنقول الكلام دوت؟ عشان لما تيجي ورا الستايلويد هنا وتلاقي الستايلويد طلع لقدام والبارافرنجيال سبيس طلع لقدام تعرف ان في حاجه طالعه وراه. هذه الحاجه اللي طالعه وراها تطلع من دول. دولت اللي هم ايه؟ انترنال كاروتيد ارتري يعمل انيوريزم، انترنال جاجولار فين يعمل جلوموس تيومر، كرينيال نيرفز تعمل نيوروفايبروما، ليمف نودز هتعمل ليمفادينوب. معايا؟ هي دي الطريقه. باقي لك الميديال اللي هو الحته اللي من جوه، الحته اللي من جوه ما فيهاش حاجه فيها ميكوزا. فارينجيال ميكوزال سبيس. اللي هي الحته دي كده اللي انت شايفها دلوقتي. الفارينجيال ميكوزال سبيس ده متبطن من جوه بحاجه اسمها ما تفتكرش الاسم ده فارينجيو بازيلر فاشي. فارينجيو بازيلر فاشي الفاشيه دي وظيفتها انها تمنتين الاير واي مفتوح يعني ناشفه كده بحيث انها تخلي الهواء مفتوح على طول مش اول ما تنام يجي الفارنكس متطبق على بعضه تتخنق وتروح في الهواء. لا
تفضل صحي شويه. لكن هي ما تقدرش تحوش الانفكشن ولا التيومر، هي بتحوش الحاجات الخفيفه بس بغض النظر. خلصنا من الاناتومي، خش مع ايه؟ البصمة. هنبتدي الاول بالحاجات اللي بتطلع ميديال تو ذا بارافارينجيال سبيس، يعني بتطلع من الفارينجيال ميكوز اللي بتطلع من النيزوفارينكس والاوروفارينكس والحته دي، في الحته دي كده، وتزق الفات ده اهوت لبره. خلاص كده. بص بقى، 98% من الماسز اللي بتطلع ميديال تو ذا فات ار مالجنت، والمالجنسي كارسينوما. 80% من دولت سكويموس سيل. خلاص. طب في كارسينوما تانية؟ طبعا ادينويد سيستيك وميوكو ايبيدرمايد، بس انت مالكش دعوة بنوع الكارسينوما، انت بس تقول كارسينوما وخلاص، مالناش دعوة. لو حد سألك تفتكر تكون ايه؟ سكويموس سيل ذا موست كومن، لكن في ادينويد سيستيك وميوكو ايبيدرمايد. باقي كام في المية من الماسز؟ 2% بقية ال 98. قول زي ما انت عاوز بقى، ليمفوما، ساركوما، انجيوفايبروما، ميلانوما، ميتاستاسيس، قول زي ما انت عايز، بس كل دوت هنا بيلا على بعضيه يساوي 2%. يبقى كل ما تلاقي ماس ميديال تو دفات تقول عليها كارسينوما، صح كده؟ لو كانت في النيزوفارينكس اسمها نيزوفارينجيا، لو كانت في الاوروفارينكس اسمها اوروفارينجيا، لو كانت في التونسل اسمها تونسل كارسينوما. كل دوت بيطلع ميديال تو دفات. حلو قوي. نبتدي بقى. النيزوفارينكس عنده تضاريس. يعني ايه تضاريس؟ يعني اناتوميك لاند ماركس. عنده حته كده طالعه في النص ووراها منخفضين. واحد منهم لسه مخلصينه اللي هو الاوستيكيان تيوب. والتاني اسمه ذا فوسا اوف روزن مولر. فوسا اوف روزن مولر. طب البروز دوت نفسه اسمه ايه؟ اسمه تورس تيوبارس. تورس تيوبات. بخلي بالك بقى بداية من اول دلوقتي لحد لما اروح اسامي بالهبل. خلاص؟ استعد يعني. التورس تيوبارس معمول من تو ماسلز، ما تفتكرش اساميها. خلاص؟ اهو بنبه عليك اهو. التو ماسلز دولت ما بيتشافوش في السي تي، لكن بيتشافوا بالام ار، لان في فات بلين بيفصل ما بينهم. خلاص، في مصلايه كده صغيره وفي مصلايه صغيره، واحده اسمها تنسور والتانيه اسمها ليفيتور. فيلي بالاتايني ماسلز، ما تفتكرش اساميهم. خلاص معايا؟ افتكر بس ان ده اسمه التورس وخلاص كده. في واحد يعني استاذ نسي موضوع، قال لك توبس، توبس تيوبارس، اي حاجه وخلاص، ما حد بدل استاذ ما تستجريش تبن معاه، توبس متوبس اي حاجه يجوز. ركز معايا عشان الاناتومي هو لب القضيه. طيب، يبقى التورس ده معمول بمصلتين اسمهم تنسور وليفيتور فيلي بالاتايني ماسلز. هما التورس ده بيفصل تو ديبريشنز، واحد اسمه السيكيان تيوب فصة والتاني اسمه فصة او روزنبول. خلاص كده. تفتكر ايه اهمية الخزعبلات اللي انا بقولها لك ديت؟ ان النيزوفارينجيال كارسينوما اول ما تطلع هنا بتروح مشطبة الاناتومي ده، بتروح خليه كتلة واحدة، مفيش تورس، مفيش اوستيكيان، مفيش فصة او روزنبول، صح ولا ايه؟ فلما تيجي انت تكتب في التقرير اول سطر كل الناس بتكتبه في ماس في النيزوفارينكس اوبليتريتنج ذا اوستيكيان تيوب نافوسا فروزن مولر مش عارف ايه تورس ايه الكلام ده كله. وخلي بالك لما الماس دي تقفل الاوستيكيان تيوب تجيب اوتايتس ميديا على طول. اوتايتس ميديا في الاطفال ولا حاجه، اوتايتس ميديا في الادلتس لازم تشك جامد جدا ان في نيزوفارينجيال كارسينوما. خلاص. وانت في الامتحان شفت نيزوفارينجيال كارسينوما تبص على طول على الاير عشان غالبا هتكون فيها انفكشن. طيب، ادي اول الاصيده.
mass in the wall of the nasopharynx والبارافارينجيال سبيس لاترال ليها. يبقى انت بتتعامل مع مين دلوقتي؟ نيزوفارينجيال كارسينوم. اول حاجه تحط ايدك على التشخيص، وبعد كده نشوف بقى الاكستنشنز هتروح فين بعد كده. طيب ده الكلينيكال ترايات بتاع النيزوفارينجيال كارسينوم. اول برزنتيشن ممكن يبقى نيك ماس اللي هي الميتاستاتيك ليمف نودز، بحيث ان الواحد ما بيحسش خالص بالنيزوفارينجيال كارسينوم الا لما تبقى مستفحله، لكن ممكن الليمف نودز تبان بسرعه. بعد كده هيرنج لوس، علشان ايه؟ الاوستيكيان تيوب اتقفلت وجاله اوتايتس. بعد كده بلادي نيزل ديشارج، اللي هو التيومر از ألسريتنج، بيشر دم والدم بينزل في المناخير يطلع بره. هما دولت الايه؟ الحاجات المعهوده. في ماس كبيره جدا هنا عند نيزوفارينكس. خلي بالك النيزوفارينكس هو المتوصل بالمناخير، والاوروفارينكس هو اللي متوصل بالبق. خلاص؟ معايا؟ طيب البارافارينجيال سبيس فين بالنسبه للماس؟ لاترال. يبقى الماس ديت ايه؟ ميديا. يبقى ايه التشخيص؟ نيزوفارينجيال كارسينوم. عندنا ماس هنا اهي اللي انا بشاور عليها دلوقتي. You cannot see the fat، اتقفل خالص. بص على ودن العيان، اوتيتس ميديا. اوبيك ميدل اير كافيتي واوبيك ماستويد. خلاص كده؟ يبقى ده قفل النيزوف السيكيان تيوب وعمل اوتيتس ميديا. مين؟ اهو الناحيه الثانيه فيها ايه؟ لا ما عندناش، ما فيش بايلاترال نيزوفارينجيال. ده النورمال وول بتاع النيزوفارينكس الحته دي، وده البارافارينجيال سبيس الطبيعي، لكن ديت الماس وقفلت البارافارينجيال سبيس. هي الماس ما لهاش اي شكل شكل ازاي؟ يعني مش مسار على الفور مثلا، او عامله ايديشن يكون غلط في الفور يعني. لما تكبر هتعمل كده. يعني هي لسه ما بس لما تكون صغيره مش هتعمل، دلوقتي هوري لك هتعمل ازاي. طيب عندنا في النيزوفارينكس ده في ماس اهي اللي هي انهانسنج دي، كلنا شايفينها؟ ميديال تو ذا فات. يبقى ايه التشخيص؟ نيزوفارينجيال كارسينوم. لما تشخص نيزوفارينجيال كارسينوما بتبص على ودن العيان، وتبص كمان على ليمف نودز ان ذا نيك. الليمف نودز ليها محاضره لوحدها، فدي الكرومبه اللي انت شايفها ديت ليمف نود، ودي كمان ليمف نود، ودي كمان ليمف نود على نفس الناحيه بتاعه التيومر تو ذا رايت سايد. يبقى دي نيزوفارينجيال كارسينوما ومعاها ميتاستاتيك ليمف ادينوباثي. ما نقدرش نعرف اذا كانت الاوسيكيان تيوب مفتوحه ولا لا الا لما نبص على الودن، نشوف اذا كان فيها اوتيتس ولا ما فيش. طيب ده ام ار تي 1 تي 2 وفي ماس هنا ماشي، وقفلت البارافارينجيال سبيس، وده البارافارينجيال بتاع الناحيه الثانيه موجوده اهو، وودن العيان فيها ميه. يبقى معنى كده ان هي نيزوفارينجيال كارسينوما وعندها اوتيتس. طيب مين الاجدع، السي تي ولا الام ار في النيزوفارينجيال كارسينوما؟ على حسب. اذا كانت ايرلي يعني فيري سمول، الام ار هو الجدع. اذا كانت مستفحله، السي تي اجدع من الام ار. هقول لك انا دلوقتي، احنا قلنا ان في حاجه اسمها دوتوراس تيوباريس، صح كده؟ والمصلتين بتوع اسمهم ايه؟ طيب خلاص كده كويس ممتاز، انا قلت لك ما تعرفهمش. طيب اسمهم تنسور اند ليفيتور، تنسور اند ليفيتور فيلي بالاتيني ماسلز، مش مهم. ما بينهم فات بلين، خلاص كده الكارسينوما طلعت هنا، هتقفل الفات بلين كده. And this is the most early sign، ما بتشوفهاش في المصريين خالص خالص بتاتا. مفيش واحد بيجي at this stage، اللي بيجي بيكون الدنيا مستفحله على الاخر خالص. لكن one of the earliest signs of nasopharyngeal carcinoma obliteration of the fat plane ما بين المصلتين بتوع التورس. خلاص كده؟ طيب
كده ولا يعني فيها حته بيضه صح كده؟ امال الحته السوداء في نص الايه؟ الحته السوداء دي الايبكس بتاعته اللي هي دي الحته دي يعني كده، مكونه من ايه؟ ماسل دي ولا ايه؟ يمكن بقى البيلي بتاعت الماسل، التندون بتاع اي حاجه كده. كويس، تعالى هنا الكارسينوما اللي هنا شمال ولا يمين؟ لا رايح يمين. يمين T1 T2 and T1 بوست كونتراست. ده التيومر اللي هو اللي انا بشاور عليه، وده الفات اللي هو lateral to the tumor. يبقى ده نيزوفارينجيال كارسينوما on the right side. لو في مقاطع في الودن ابص عليها، لو في مقاطع في بقيه الرقبه اشوف الليمف نود. نيجي بقى الستيجنج، مش مهم، هو سهل بس مش مهم. التي 1 تيومر في النيزوفان، التي 2 راح للاوروفارس، التي 3 راح للبون او السينسز، التي 4 راح الاوربت او البرين. هم دول الستيجنج بتاع نيزوفارينجيال كارسينوما، بس انت مش مطلوب منك. كويس قوي لو انت عرفت بس النيزوفارينجيال كارسينوما والاكستنشنز بتاعتها. يعني الاكستنشنز بتاعت الكارسينوما 6 اتجاهات، قدام ورا ميديا لاترال فوق تحت. اول ما تلاقي ماس في النيزوفارينكس زي دي كده تحاول تقيسها وتكتب ان هي اوبليتريتد النيزوفارينكس وعملت افيسمنت للفصه اوفروز المولر والسيكند تيوب، وهي ميديال تو ذا بارافارينجيال فان. بعدين تبتدي بقى قدام الماس هتطلع قدام، هتعمل ايه؟ هتقابل اول حاجه في وشها الديتريجويدز والفصه، عملت ايه؟ كالت الميديال تريجويد، صح كده؟ مفيش، في لاترال بس، ودخلت جوه التريجويد فص وكملت جوه النوز، صح كده؟ حلو قوي. بعد كده لو كملت كده هتدخل جوه الماكسيلري ساينس، ولو كملت تاني هتدخل جوه الاوربت السكشن اللي بعد منه. يبقى اذا anterior extension هيروح في النوز maxillary sinus والفات. ده الفات ده مهم جدا. طيب نيجي posterior، لو رجعت كده لورا ايه اللي هنا قصاد الفرتبرا؟ prevertebral muscles، تعمل لهم invasion. بعد كده تدخل على السباين والسكالبيز تكسرها، بعدين تدخل على السباينال كانال. طيب ماشي، laterally لو سرحت كده هتأثر على مين؟ بارافرنجيال سبيس. ميديالي هتكروس الميد لاين وتروح الناحيه الثانيه، زي الكارسينوما دي كروس ذا ميد لاين وراحت الناحيه الثانيه، وهنا بوستيريلي كالت السكال بيز زي ما انتم شايفين كده. طيب فوق وتحت يبقى كرونال او ساجيتال. اللي فوق السكال بيز انترا كرينال اكستنشن، اللي تحت على الاوروفارينكس على طول. هم دول اللي ايه؟ الاكستنشنز ال6 اتجاهات. نعم. الحالات دي بيتعامل معاها ازاي؟ مين هم؟ مفيش جراحة خالص، كله irradiation دلوقتي. النيزوفارينجيال كارسينوما is treated by irradiation، ما عندهمش جراحة، بتجيب نتيجة ممتازة جدا جدا جدا. طيب نيجي بقى لو في ماس وطفل، مش هتعرف تقول نيزوفارينجيال كارسينوما، لكن نظرا لانتشار التدخين في الكيجيهات، فالتدخين بيجيب 18 نوع من الكارسينوماس من اول الليب وانت نازل، من ضمنهم نيزوفارينجيال كارسينوما. لكن انت لحد دلوقتي في الامتحان لو كان في طفل وعنده نيزوفارينجيال ماس بعد عن الكارسينوما، عندك حاجات تانية في الاطفال، لينفوما رابدومايوساركوما، دولت حاجتين بتوع في الاطفال. إذا لو كان ده بنوتة عندها 16 سنة من غير المتوقع أن تكون مدخنة، يعني عندنا ماس كبيرة قوي في النيزوفارينكس ودخلت في الانفرا تمبرال فصة وكسرت التيريجويدز وطلعت على الماكسيلاري ساينس ودخلت في النوز، كل دوت، فأنت اخرج بره الايه الكارسينوما وتفكر في واحد من الاثنين التانيين اللي هم يا إما ليمفوما يا إما رابدومايوساركوما، دولت بتوع الاطفال. طيب لو انت جيت بصيت هنا لقيت في ماس متوسطنه في وسط الفارنكس بالظبط،
والماس دي معاها بلكي ليمف نود اللي هي دوشم كبيره هوموجينس لينهانسن، ما فيهاش بريك داون، ما فيهاش كالسيوم. النودز دي علامه الليمفوم، النودز البلكي دي بتاعت الليمفوم، يبقى اللي في الفارنكس دوت ليمفوما برضه. الليمفوما دي كام في الميه؟ من ضمن ال 2% الغير الكارسينوم. خلاص كده؟ ومن علامات الليمفوما انها موصله نفسها في وسط الفارنكس بالظبط، مش واخده شمال ولا يمين. In most of the cases. ومن علامات الليمفوما انها ما بتعملش اجريسيف بون ديستراكشن. من علامات الليمفوما ان بيكون معاها بلكي ليمف نودز. الليمفوما تنفع في الكبار، تنفع في الصغار. ماشي؟ لكن لو انت لقيت ماس في الكبار تفكر في الاول ان هي كارسينوم، وبعد كده تفكر في موضوع الايه؟ الليمفوما. اما في الاطفال فتفكر في الليمفوما والرابدومايوساركوما. لو عاوز تختار ما بين الاثنين، الماس اللي ما معاش ليمف نودز يبقى ناحيه الرابدومايوساركوما، الماس اللي معاها ليمف نود يبقى ناحيه الليمفوما. طيب الرابدومايوساركوما السن بتاعها حوالي 12 سنه، بتطلع في كل الحتت ديت، في الاوربت والنيزوفارينكس والبتروس والسايلسي. لكن يمكن اكتر حاجه احنا بنقابلها عند كلينيكال براكتس هي الفارنكس. ففي ماس هنا وده البارافارينجيال سبيس راح لبره، يعني معنى كده ان هي ميديالي وكالت الريمس اوف ذا ماندبل ودخلت هنا اهوت. الحته ديت اسمها ذا باكال سبيس اللي هو بيمشي فيه الدكت بتاعت الباراتد. لو انت فاكر الباراتد كان فيه دكت كده تمشي في الحته ديت كده عشان تخش هنا، ده اسمه الباكال سبيس. طيب جاي لك انا بس في الاسامي. بص بقى يا عم الريس، عندنا هنا في ماس اللي انت شايفها دي كده، والماس ديت is encroaching on the pharynx، وده هوت عيل صغير. انت عاوز تختار ما بين الليمفوما والرابدومايوساركوما، تشوف اذا كان في bulky lymphadenopathy يبقى ناحيه الليمفوما، اذا ما كانش فيه تختار رابدومايوساركوما. طيب بص الماس دي بالنسبة للبارافرينجيال سبيس، ده البارافرينجيال سبيس اهو وهي لاترالي، والماس دي اصلا افكتنج ذا ديب لوب اوف ذا باراتيد، وكمان الحتة لاترال تو ذا بارافرينجيال سبيس، وكسرت الريمس اوف ذا ماندبل ودخلت على الانفراتيمبرال فوس. حد صغير في السن ان يو ثينك اوف رابدومايوساركوما، سواء طلعت ميديال او لاترال تو ذا بارافرينجيال سبيس. طيب كل الحاجات مالجنة؟ لا. عندك سيست مشهور قوي وانا بقوله هنا هو من كتر اللي هو الحاجات يعني المستنكره قوي اللي بتتكتب عليه في التقريب دوت، اسمه تورن والدت سيست. السيست ده موجود ان ذا ميد لاين اوف ذا نيزوفارينكس، وزي اي سيست ما بين البريفيرتيبرال ماسلز في الميد لاين بالظبط، مليان ميه، اسود في التي 1 ابيض في التي 2. تلاقي اللي بيكتب التقرير عمل من دوت فهم مقاسات وبايوبسي از ريكومندد ومش عارف ايه وكلام كده. This is incidental finding ولا ليه اي قيمه التورن وردت سيست ده اهو. ساعات يكون جواه بروتينيشس ماتيريال فيبقى مبيض شويه في التي 1 ومبيض في التي 2، والعيان ده عنده ساينوسايتس بس عنده تورن وردت سيست اللي هو ده ميد لاين موجود ما بين البريفيرتيبرال ماسلز وبعضه. ان انسيدنتال فاين. الحاجه الثانيه الادينويدز. الادينويدز بتتشاف بالبلين اكس راي، تلاقي سوفت تيشو شادو ومضيق النيزوفارينكس. معايا؟ معايا؟ مش مستدعي طبعا انك تعمل له ام ار اي ولا حاجه، انه في لو عملت ام ار سيرفايكل ممكن يبان كده بالصدفه في وسط المناعه. الادينويدز از بناين هايبرتروفي of the Woldeyer ring. عندنا nasopharyngeal angiofibrome دوت واحد بناين كمان بيطلع في الحته دي. النيزوفارينجيال انجيوفايبروما is a disease of boys، ما بيجيش في البنات. دلوقتي في ريبورتد كذا كيس على الانترنت ان هم بنت وعندها nasopharyngeal angiofibrome، بس هو من الاول معروف كده. المين برزنتيشن ابستاكسس،
السن بتاع العيان ده حوالين العشرين سنة، حوالين العشرين adolescent يعني، يبقى adolescent وعنده epistaxis تفكر ان هو يكون nasopharyngeal angiofibro. عملت له أشعة، ايه اللي هيبان؟ ركز معايا. احنا قلنا دوت اسمه الترجويد بليتس، صح كده؟ وده اسمه المجزيلاري ساينس. ما بين المجزيلاري والترجويدز في فورامين اللي انا بشاور عليه دلوقتي، اسمه سفينوبلاتاين فورين، هو ده السنتر بتاع النيزوفارينجيال انجيوفايبرو. يعني بتطلع قصاده بالظبط، تكبر قدام في النوز، ترجع لورا في النيزوفار. حلو قوي. طيب بعد كده في سبيس تاني اللي هو اللي انا بشاور عليه دلوقتي ده، بس هو هنا انفولد باد تيومر، دوت اسمه تيريجو بالاتاين فوسا. صح معايا شويه؟ اسمه ايه؟ تيريجو بالاتاين فوسا، والفريمن اسمه ايه؟ اسفينو بالاتاين فريمن. فالنيزوفارينجيال انجيوفايبروما بتكبر كده وتكبر كده، لما تكبر كده بتدخل في التيريجو بالاتاين فوسا، ولما تكبر كده بتدخل في النوز، وبعدين تطلع لفوق، وبعدين تنزل لتحت. And this is a very vascular lesion. بيتعمل له angiography pre-operative عشان نعمل embolization of the tumor vessels، علشان لما نيجي نشيل التيومر ما ينزفش. معايا؟ طيب. And this is nasopharyngeal angiofibroma. طلع بالظبط عند الاسفينوبالاتاين فريمن اللي هو موجود في الحته دي، وده التريجوبالاتاين فصه. والليجن دخل لجوه، دخل في النوز، نزل في النيزوفارينكس. فيري كومن بيطلع في الحته دي اللي هي تيريجو بالاتاين فوس. واحد تاني نيزوفارينجيال انجيوفايبروما متسنتر عند الفصه الفريمن اللي هنا، اسمه سفينو بالاتاين فريمن، ودخل جوه النوز ونزل في النيزوفارينكس. واحد ادوليسنت وعند ابيستاسيس. التيومر دوت في الكورونال very 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 frequent يدخل في السفينويد ساينس. خلاص؟ يبقى هو في الاكزيال عنده مسار معروف، يدخل في النوز ويروح عند النيزوفارينكس ويطلع كده في التيرجو بالاتاين فريم، لما يطلع لفوق يدخل في السفينويد ساينس. خلاص؟ طيب ادي تيومر تاني nasopharyngeal angiofibroma. حد هيقول لك ليه ده هو مش inverted بابلوما؟ ملوش دعوة ده بالمجزيلري، صح؟ ولا بالأوستيوم ولا بالإثمايد ولا بأي حاجة من دول خالص. زائد البرزنتيشن، زائد السن، زائد الانهانسمنت، كل دوت بتاع nasopharyngeal angiofibroma. في الكورونال very frequently the tumor extends into the sphenoid sinus. طبعا this is vascular lesion بيعمل intense enhancement. الاوروفارينكس ما عندوش معالم، عباره عن انبوبه معموله بالفارينجيال كونستريكتور ماسلز. اي حاجه هتطلع فيها برضو اسمها كارسينوم، هتطلع في الاوروفارينكس اسمها كارسينوم. طيب اشهر حاجه ليها علاقه بالاوروفارينكس التونسلز. ده منظر التونسلز لما يكون فيها تونسلايتس. التونسل كبيره طبعا، وهي ما فيهاش تونسلايتس تبقى صغيره، ما بتبانش قوي في الاشعه، لانك لما تكبر تبقى بايلاترال سيمتريكال كده، لو سيجنال في تي 1 هاي سيجنال في تي 2. طيب ممتاز. لو حصل بقى كارسينوما اوف ذا اوروفارينكس زي دي كده، هتبقى ميديال تو ذا بارافارينجيال سبيس زي النيزوفارينجيال كارسينوما بالظبط. والاوروفارينجيال كارسينوما ممكن تطلع لفوق فتروح النيزوفارينكس. معايا؟ زي ما النيزوفارينجيال كارسينوما بتنزل لتحت وتروح الاوروفارينكس. السؤال لو في ماس كده وطلع في النيزوفارينكس والاوروفارينكس، ازاي تقول ديت اوروفارينجيال ولا نيزوفارينجيال؟ بالمين بالك اوف ذا ليجن. كنت في محاضره مع الجماعه دول هم
بتوع الاورال سيرجري ومكزيلو فيشل وكده، قالوا لي ان في تيومر بيطلع في النيزوفان وبعدين يمشي تحت الميكوزا ويحد لما يوصل للاوروفارس وبعدين يعمل الماس. قلت لهم انا اشعه، الاجابه اللي انتوا عارفينها كلها. انا اشعه يعني ماليش دعوه، ماليش دعوه طلع صاب ميكوزا ركبه قرد، انا ليا دعوه التيومر ماس فين، حته في الاوروفارس، يبقى اوروفارنجيال كارسينوم. انت بقى خدت منه بايوبسي طلع نيزوفارنجيال ماشي تحت الميكوزا، مش قضيتي. تمام؟ الماجمنت مختلف. نعم؟ الماجمنت مختلف. لان الاوروفارنجيال كارسينوما از سيرجيكلي ريموت، لكن النيزوفارنجيال كارسينوما از تريتد باي راديشن. هي دي الفرق بين الاثنين. هو مش ممكن اوصل بالاكستشن بتاعها، ما انا قلت يعني لازم بايوبسي بالمين بالك. بس انت في تيومرز زي ما قالوا لك كده بتمشي تحت الميكوزا في النيزوفارنج لحد ما توصل للاوروفارنج، بعدين تعمل ماس، ما تقدرش تعرف الاوريجن بتاعها. فكل الليجنز دي طبعا قبل ما بتتلمس بتبقى بايوبس بالمنظار يعني. ف بس لا، في حاجات بتاثر في لما تستفحل القضيه بتاثر. طيب and this is an oropharyngeal carcinoma encroaching على الاوروفارنج، وده البارافارنجيال سبيس فات، وبعض من هذه التيومرز بيبقى فيري باسك، وساعتها بيبان ساعه البيوبسي، بتبقى انت محتاج بري اوبراتيف امبولايزيشن للتيومر دوت زي النيزوفارنجيال كارسينوما بالظبط. لو انت بصيت هنا في الام ار ده، في ماس هنا عند اللاترال وول اوف ذا اوروفارنج. لو انت قلت اوروفارنجيال كانسر جود، قلت تونسيلر كانسر يجوز، لان التونسيل موجوده على اللاترال اسبكت بتاع الفارنج. والكرومبا الكبيرة اللي انت شايفها دي لينف نود، ميتاستاتيك لينف نود، واللي قدامها ده هو الساب مانديبولار سليفري جلاند اللي هو ده وده، and this is the lymph node اللي هي تحت الاسترنوم الصاعد مصر. يبقى في اوروفارنجيال كانسر ومعاه ميتاستاتيك لينف ادينوبولي. لما يكون الماس بالك ويكون معاها بالكي لينف ادينوبولي ما تبقاش كارسينوما، تبقى لينفوم. لو كانت الماس طالعه في الوول اوف ذا اوروفارنكس زي دي كده، زي اللي انا بشاور عليها، وده البارافارنجيال فات، يبقى دي تونسيلر يجوز، اورال اوروفارنكس ينفع، هما الاثنين تونسيل ومكون رئيسي من الاوروفارنكس، يبقى ديت تونسيلر كارسينوما اوروفارنجيال كارسينوما يجوز. طلعت لفور، شايف انت الاكستنشن ده لما نيجي للفاركس بعد عمر طويل، اند ذيس از ذا ايبيجلوتس، والتيومر دوت في الحته اللي قصاد الايبيجلوتس اللي هي بايريفورم سايز، دي قضيه ثانيه في الاناتومي بتاع اللاركس لما نجيب. ادي الماس وادي البارافارنجيال فات، يبقى اللي انت شايفه ده كارسينوم، وده اوروفارنكس يبقى اوروفارنجيال، ولاترال وول يبقى تونسيلر يجوز تونسيلر او اوروفارنجيال كارسينوم. هنا اهوت الحته ديت فيها ماس لاترال تو ميديال تو ذا بارافارنجيال فات، تنفع تكون تونسيلر كارسينوما، تنفع تكون اوروفارنجيال كانسر. طيب فين الماس هنا؟ مظبوط، التونسلز الاثنين ار انفولفد باي ماسز، بس اليمين اكبر شويه من الشمال. لما يكون بايلاترال فكر في الليمفوما اكتر، الكارسينوما ما بتجيش بايلاترال. واللي يدفعك ناحيه الليمفوما برضو النودز اللي هي بتبقى كبيره اند هوموجينس، ان ده برضو بايلاترال تونسيلر ليجن ومعاه ليمف نود اللي هي البيضة اللي انت شايفها ديت كده، يبقى ده هو نون هوجكن. وانا قلت لك الليمفوما نوعين، هوجكن نون هوجكن، برايمري وسكندري، ونودل اكسترا نود، دوت الاكسترا نود. طيب يبقى اول سبيس خلص خلاص اللي هو ذا ميديال ساين اللي هو 98% كارسينوم و2% اي حاجه، ليمفوما، رابدومايوساركوما، ميتاستازيس، اللي يعجبه. نيجي لللاترال اسبكت، اللاترال اسبكت احنا خلصناه اصلا مع السليفر، بس هنجيب سيرته بسرعه.
اللاترال اسبكت هو اللي فيه دو الديب لوب اوف ذا باروتيد جلاند. خلاص كده؟ طيب ايه الليجنز اللي بتطلع في الباروتيد بعون الله؟ ما ممكن الليجنز من اول الانفكشن ممكن يبقى تيومرز ايوه ابيسيليال زي ايه بقى؟ اللي هي الادينوما والورتون والكارسينوم. طيب والنان ابيثيليال اللي هي منجيوما والنفنجيوما والليمفوما والساركوما كل الكلام ده. طيب بص بقى يا سيدي، ادي ريمس اوف ذا ماندبل وادي ديب لوب اوف ذا بروتيد وادي البارافرينجيال فات. اول اكزامبل في ماس هنا والفات ميديال ليها، يبقى هي لاترال يعني في الديب لوب اوف ذا بروكت جلاند. خلاص وعندك ماس كبيره كده، تنفع تكون بليمورفيك ادينوما، تنفع تكون كارسينوما، محتاج الام ار عشان نشوف جواها ميه ولا ما جواهاش، عامله انفيجن ولا لا، او تاخد بايوبسي وتريح نافوخ، واحد من الاثنين. ماس كبيره قوي ادي البارافارينجيال فات اهو، وفي ماس قد كده في الديب لوب وطلعت كمان في السوبرفيش دي، بما ان دي انفلتريتنج كده وسرحت في الفات ومش عارف ايه وجايز قرضت الريمس اوف ذا ماندبل، يبقى ده هو كارسينوم. ما ما مش اكيد بس يعني يعني ما ينفعش البوست اه هي بس مش واخده انهانسمنت، مش ما بتاخدش الاثنين ما بياخدوش سيجنيفيكانت انهانسمنت. انها تقول ده ماس في الديب لوب ذا بروتيد جلاند، ممكن تكون بناين ممكن تكون مالين. بنعرف ازاي؟ بالبايوبس او بالام ار. الام ار بتكون بيضه في التي 2 يبقى بناين، بتكون رصاصي في التي 2 يبقى مالينجنت في الغالب. ومن ضمن المميزات بتاعه المالينجنسي ميتاستاتيك ليمف نودز بون ديستراكشن في في الحاجات العظم اللي جنبها. اليونت يعني ايه؟ دنست يعني؟ لا طبعا خالص بتاعي ده بس في الميه يعني عشان تفرق ما بين السوليد والسيستك، لكن واضح قوي انها سوليد صح؟ اه لما تكون كده انفلتريتنج يبقى مالجنت، مالجنت يعني كارسينوما، والكارسينوماز اللي في السليفريز هم الادينويد سيستك والميوكو ايبيدرمويد زي ما احنا قلنا قبل كده. طيب في ليجن اهو in the deep lobe of the parotid gland وفي التي 2 بقى مبيض كده، يعني معنى كده ان هو ادينوما بليومورفيك ادينوما اوف ذا ديب لوب اوف ذا باروتيد جلاند. طيب دكتور معلش الصوره دي اهو يا باشا، ما عنديش احتمال تاني ديب لوب للباروتيد؟ ما عندكش اي احتمال طالما لاترال تو ذا بارافرنجل فات. مثلا طالعه من الفاصل البيت فاصل مباشره ولا اي حاجه ثانيه؟ ما انت محتاج بقيه الصور عشان تقول اذا كانت طالعه من المصل ولا لا. لكن مش باين لاترا ولا ميديا ولا باينه اللي هي ايه؟ باينه ان هي لاترا او ميديا البارفرنشال سبيس، واصلا مش باين البارفرنشال سبيس. ما انت بتفرك وتحرك في الحته دي عشان تشوف هو هو الناحيه دي ولا الناحيه دي، بس يعني حتى من الصوره ديت المين بالك لاترال لبره. طيب نيجي بقى للحته اللي قدام اللي هي ذا انترو لاترال اسبكت، ايه اللي فيه؟ المانديبيلا ريموس والتريجويد ماسلز والماكسيلاري ساينس. في المكان ده بالذات انت مش محتاج الفات خالص، لان الماسز اللي بتطلع هنا بتبقى واضحه جدا. فمثلا دي اوستيو ساركوما اوف ذا ماندبل، واضحه قوي، سان ري سبيكيوليشنز الكلام ده كله، ما انتش محتاج الفات عشان تعرف ان دي طالعه من الماندبل صح ولا ايه؟ طيب مثلا ده عيان عنده برونكوجينيك وجاله ميتاستاتيك ديبوزيت في المندب الحته دي كده، وده الفات، الفات وجوده مش هيغير القضيه لانك انت عارف ان this is a tumor of the mandible مظبوط متسنتر على الريمس. العيان عنده برونكوجينيك كارسينوما يبقى ده ميتاستاس. طيب واحد تاني عنده ماس في الماسلز التريجويدز، شايف دولت هيتروجينوس انهانسنج في الكورونال كومبيرد للناحيه التانيه، احنا عارفين ان دولت التريجويدز فاحنا مش محتاجين نشوف الفان. نرجع لسن العيال 10 سنين يبقى تشخيصين اللي هم لينفوما رابدومايوساركوما، هم دولت بس لينفوما او رابدومايوساركوما. طيب اخر سبيس بقى اللي هو اللي ورا
اللي هو بتاع الكاروتيد ده. الكاروتيد فيه كاروتيد ارتري وفين ونيرف وليمف نود. عندنا ثلاثة ماسز مشهورين جدا بيطلعوا في الحتة دي، اللي هي ورا الستايلويد وورا الفات بتاع البارافرينج، اللي هم الجلوماس والنودز والنيوروفايبروم. هم دول اشهر ثلاث حاجات بيطلعوا في هذه المنطقة، بيزقوا الستايلويد لقدام ويزق الفات لقدام. تعالى كده، ادي ماس اهي، والفات طلع هنا والستايلويد طلع لفوق كومبيرد للستايلويد ده، واضح؟ يعني الماس ورا الستايلويد. خلاص كده، ماس ورا الستايلويد واحد من ثلاثة، يا اما نيوروفايبروما يا اما جلوماس يا اما ليمف نود. الجلوماس الانهانسمنت بتاعه بيبقى مفجع very strong. الليمف نودز ما بيكونش فيه ليمف نود كروبا كده والباقي قاعد يتفرج عليها، مش موجود، لازم يكون معاها شويه تانيين، يتبقى لك النيوروفايبروم. فبتشخص ديت بيزد على المكان وعلى سن العيان، and this is schwannoma او نيوروفايبروم. ليه ما نقولش دي مش كتير؟ ليه ما نقولش دي لاترال؟ ايوه نرجع تاني عشان الستايلويد. اللاترال هيرجع الستايلويد لورا، يعني اللاترال هيكون هنا في الديب لوب اوف ذا باروتيد جلاند، هيجيب الستايلويد كده. في محاضره ده في مكان كومبيردل ده، المسافه دي قد المسافه دي، بلاش كده. التيومر ده مش ورا الستايلويد، خلاص احنا عاوزين ورا. نيزوفرينجيال يزنق نفسه ورا الستايلويد، مش منطقي متهيألي. وانا بص، انا في محاضره بس مش فاكر المكان ولا مين المستمعين، واحد قال لي هو الستايلويد دوت يعني طري قوي كده عشان يتزق لقدام ويرجع لورا؟ ايه الاجابه؟ انا اشعه. بس كده الاجابه، انا اشعه. بعدين انت الستايلويد over a period of time، يعني بما ان ده benign lesion هيقعد يكبر يكبر ويلحلح الستايلويد من مكانه لحد ما طلع قدام. ايه؟ الستايلويد يعني ما بيحصلوش invasion، يعني هو لو ده malignant tumor هياكله على طول مش هيسيبه، لكن بما ان ده benign slowly growing tumor. لا الجلوموس ده benign lesion برضه نفس الحكايه. طيب بص بقى، فين الستايلويد هنا بعون الله اهو، والماس فين؟ وراه. كمالتها سيست كبيرة اهو، اشهر حاجة بتسيست في التلاتة دول هما الشوانو. طيب هي السن بتاعها ايه يا دكتور؟ ما لهاش سن، ممكن كده وكده. انا قلت لك في كام جلوماس مشهور في الرقبة؟ أربعة، كاروتيد وجلوماس جاجولار وجلوماس تمبانيكم و جلوماس فيجال. هو الاوريجين بتاع الجلوماس ايه؟ الادفنتيشيا اوف ذا فينز. الادفنتيشيا في بيقول لك اسمها ايه؟ هي اصلا اسمها كيمودكتوما، وتطلع مش حاجه اسمها جلوماس بودز الونج ذا فاسكولار باندل اللي ماشيه في الوول بتاع الفين، حاجه كده. هو ده الاوريجين بتاعها الاصلي. طيب دولت ما هماش كومن، بس فيري كومن في الامتحانات، يعني ما هماش كومن في الهنا. يعني اول ما واحد بيلاقي الجلوماس يروح طبعا نسخ 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 وايه طيب انا بحكم ان انا في الارشيف وكل الناس اللي توفت الى رحمه الله الافلام بتاعتها جت عندي، فعندي جلوماسات بالهبل من اللي كانت بتيجي في الامتحانات، دلوقتي بقت معايا انا. حتى لما تجي لي في هتمتحن في الجلوماس، خلي بالك. اوكي، اكتر اثنين هما الجاجولار والكاروتيد بودي، الاثنين التانيين التمبانيكم والفيجال اقل شويه. الجلوماس is a very vascular tumor supplied mainly by ascending pharyngeal branch of the external carotid artery. ملناش دعوه بيه دلوقتي لان احنا هنجيله بالتفصيل الممل لما تيجي في الفاسكولار ليجنز اوف ذا نيك. بعد كده and this is the tumor اللي هو
اللي موجود هنا. جايز يكون الستايلويد هو احتمال يكون هو دوت كده، بس this lesion is in the posterior space واحتمال يكون هو ده الفات. من منظر الانهانسمنت كده بتعرف ان this is a glomus tumor. انت محتاج تفرق الجماعة كلهم قريبين جدا من بعض، الجاجيلار والفيجال والكاروتيد هم الثلاثة دول قريبين من بعض. اما التمبانيكم فده فستوك جوه الميدل اير، ما عندناش منه مشكله. فانا هقول لك ازاي تعرف واحد والاثنين التانيين لما نيجي للمكان بتاعه. بص بقى، ادي الليجن وده الستايلويد، يبقى الليجن وراه صح كده. طيب في الانجيوجرافي الكاروتيد بودي تيومر موجود فين؟ هنا هنا between the bifurcation of the inter, of the common carotid. اما الفيجال بيزقهم هما الاثنين لقدام، بيزق ده وده لقدام، بيكون وراه بيكون وراه. اما الجاجيلار بيكسر الجاجيلار فوس، عارف الجاجيلار فوس ديسنت مش ديسنت، هو ده. طب يعني هنا بيبان ازاي؟ اللي هو مين؟ اللي بيكسر الجاجيلار. جاي لك انا متخبط. يبقى ده مين فيهم؟ ده الفيجال. بما انه زق الكاروتيد الاثنين اللي قدام يبقى الفيجال. وممكن تلاحظ الحكايه هم ما بيجيبلكش ديت في الامتحان اللي هي سجيتال ريكونستراكشن والليجن يخرم العين، بيجيب لك في الاكزيال عشان انت تقعد تبرق هنا وتشوف فين الانترنال كاروتيد والبتاع والكلام ده كله. بس انا هوصلك لحل كويس بس لما اجي لها ان شاء الله المره الجايه. طيب يبقى الجلوموس دوت مشهور بسولتان بيبر ابيرنس، مكتوب عليه كده في الكتب. السولتان بيبر بيتشاف في الام ار في الليجنز اكتر من 2 سم، لكن لو هو صغطت ما بتشوفش فيه. بيتشاف ازاي؟ في التي 2 بتلاقي بياضه جواها نقط سودا، النقط سودا هو البيبر والبياضه هو الملح. ايه البياضه؟ ذا تيومر ماتريكس. وايه السواده؟ البيتنت فيسلز، سيجنال فويد فيسلز وذين ذا تيومر. هو دوت اسمه salt and pepper which is very characteristic للتيومر من غير صبغه. يعني في التي 1 والتي 2 تقول ده على طول glomus tumor. اما الجاجيلار بقى بيجي عند الجاجيلار فصه ويدشدش الوول بتاعه، يدشدشه خالص. مش ولا كاروتيد بودي يا دكتور؟ الجلوموس جاجيلار. لا الكاروتيد بودي بيبقى صوته ده عامه للجلوموس، لكل الجلوموسات اللي في الدنيا. طيب كروموسات جمع مؤنث سالب، عشان الناس اللي بتسمعني بتبقى زي الراجل بتاع قطر كده هيبقى زعلان مني جدا دلوقتي. يقول لك كروموسات بوسط اللغه العربيه. طيب يبقى الليجن دوت از فاسكولار ليجن سنتر تو ذا جاجيلار فورين اللي هو دوت كده، ويقعد بقى ياكل في الجدار بتاعه ويخرب فيه ويدخل جوه الودن. ساعتها بقى بيبقى اسمه جوجيلو تمبانيك. فاهم؟ بيبقى الاثنين مع بعضيهم. جلوماس تمبانيكم جوه الودن فقط. جلوماس جاجيلار جوه الجاجيلار فوصة بس. وانت عارف ان الجاجيلار فوصة منفصل عن الميدل اير بالعظميه اللي ممكن تبقى ديهيسنت ومش ديهيسنت. طلع له جلوموس هيروح واكل العظميه دي لو كانت موجوده ويدخل على الميدل اير على طول، يبقى اسمه جاجيلو تمبانيك. حلو قوي. طيب لو انت بقى عامل سي تي هتلاقي جاجيلو الفصه كده متدشدش عن اخره، كل الجدار بتاعه از ايرودي. وطبعا لو كبر هيعمل سيريبيتو بونتاين انجل ماس، ولو كبر الناحيه الثانيه هيخرم جامد جدا في الودن بعد كده. طيب الليمف نودز ليها محاضره لوحدها، بس ده كده يعني اوامك اوام. الليمف نودز اللي في النك بتتحل بحاجه من اتنين، يا الكلينيكال يا الاشعه. لو العيان عنده نون برايمري يبقى دي متاسس، لو العيان عنده ليمفوما يبقى ديت ليمفوما، لو العيان عنده ساركويد تبقى ساركويد. لو الاشعه طلعت نيزوفارينجيال كارسينوما يبقى متاسس، اوروفارينجيال تونسيلر معرفش مين، يبقى دي متاستاسس بتاعتها. لو طلعت بالكي لينف نودز يبقى لينفوم، لو طلعت نودز وفيها كالسيوم يبقى غالبا تي بي، لو طلعت نيكروتيك نودز ممكن تكون انفلاماتوري وممكن تكون ميتاستاسيس اكوردنج لشكل النودز ديت والليكوز. طيب
افرض ما فيش كل الهمبليصه دي، في لينف نودز وما فيهاش اي صفه، تعمل انت ايه؟ تكتب كده سيرفايكال لينفادينوباثي فور بايوبسي، ما تتبرعش من عندك بالتشخيص. واضح؟ واضح؟ مش اول حاجه كل ما تلاقي كورتين ثلاثه تروح رازع التشخيص الليمفوم وتبهدل العيان واهله والكلام ده كله. ما انتش متاكد تقول سيرفايكال لينفادينوباثي فور لينف نود بايوبسي، كان عشان بس ايه نبقى واضحين. لينف نود بايوبسي يعني سيرجيكال. خلاص؟ دلوقتي كل الليمف نودز اللي في النك، كل الليمف نودز بلا استثناء بتتشخص بالسونار الترا ساوند جايدد فاين نيدل اسبيريشن. لما اجي للليمف نودز ولما اجي في الليمفاتيك سيستم برضو هقول لك هذه المعلومه الخطيره، ان البيت سكان صفر، ملوش اي قيمه في تشخيص الليمف نودز اذا كانت انفلاماتوري ولا نيوبلاستيك. انت بتدفع العيان اقل حاجه 4000 جنيه ما بتاخد الهواء، بتاخد الهواء فعلا. كل الناس بره وجوه وفي الكواكب الاخرى ما فيش اي علاج للليمف نودز الا لما تعرف ايه دي. وانت يو كان نيفر تعرف ايه دي الا بالبيوبسي. فالناس اللي كانوا معايا في الكورس بتاع بولندا ده كلهم بيشتغلوا الشغلانه دي، يعني كل واحد عنده 12 13 حاله بيعملهم في اليوم، يقعد كده ماسك البروب نود نود سامبل ويديها للباثولوجي، سامبل يديها للباثولوجي، سامبل يديها للباثولوجي، عشان تعمل ستيج، عشان تشوف دولت رياكتيف هايبر بلاستيك ميتاستاتيك منورا كل الكلام ده. لازم كل لينك، كل لينك نود بلا استثناء. ممكن تبقى واحدة مثلا حلوة والتانية طبعا طبعا. كان في واحد كنت انا بحضر مؤتمر وكان في واحد ايطالي بيتكلم على موضوع الستيجنج اوف لان كانسر من ناحيه الليمف نود، وهو ما بيعرفش عربي ولا انجليزي ما بيعرفش الا طلياني بس، فكاتب المحاضره في ورقه وبيقرا بالنفس. كان هيجي له ابيليبسي، يعني عاوز ياكد المعلومه دي بس مش عارف اللغه مش مساعداه، يعني عمال يعمل كده عشان يقول لك ما فيش حاجه اسمها بيت سكان، لازم بالميدياستينوسكوب تاخد بايوبسي من كل لينف نود قبل ما تعمل الجراحه. خلاص؟ عرفت؟ لازم تبقى اكتر من 1 سم، ساعات يبقى في حاجات صغيره وبتكتب عليها. كل ده بيتاخد اصلا، كل ده بيتاخد لو اقل من سم كمان. ايوه ايوه، قال لك يعني انت لو شفت منظر الراجل تعرف قد ايه الحكايه دي مهمه. هو مش عارف يقولها بس حاسس بيه ان هو لا اصل مش حضرتك. وخلي بالك بقى في ايطاليا مش عندنا احنا هنا، اه يعني خلي بالك. مش حضرتك قلت قبل كده لو انا لا بيتل بيتل خلاص الكلام ده. والله؟ اه طبعا. انت ما عندكش حاجه صفه ثانيه. زيد بقى على كده ان في ليترشر بيقول لك البلاد المتخلفه اللي هو احنا يعني اللي فيها التي بي والسركويد منتشر اردم على الـ على الـ على البيت سكان. على عكس اللي بيحصل دلوقتي تماما، 30 جهاز بيت سكان دخلوا مصر. وده يثبت ان احنا فعلا بلاد متخلفه مليون في الميه. بس كده خلاص. انت كل همك ايه؟ بزنس. ايوه، ابعت العيان اعمل بيتس. بص بقى جيب من الاخر، بيت سكان ده بيشوف الجسم كله، وحتى لو كان في ذره كده هو بتعمل ميتابوليزم هيروح مطلعها على طول. بس كده. انت بكام البيت سكان؟ 4000 جنيه. نسبتك انت كام؟ 20%، 800 جنيه. احسن بقى من ام ار واحسن مش عارف مين واحسن، يعني فيلم كده جبار. ماليش دعوه بقى بالعين، ان شاء الله يولع. نعم. كان في كده في حاجه كده بيلبس تيشن حاجه غريبه كده خالص، حطه ايده على الثانيه على الشاشه ويجيب له المشكله. طيب عايزين نقفل كل السنترز بتاعت الأشعة. لا أشعة وزن.
تعرفين الدكتور اللي فاتح عياده اشعه ما عندوش جهاز اشعه. ايوه حقيقي في دمياط. بيعمل ايه بقى؟ العياده بتاعته اوضتين. بروب ايه؟ لا بقول لك في اوضه فيها موتوسيكل واوضه فيها سرير. بس كده العيان بينام على السرير وهو يشغل الموتوسيكل في الاوضه الثانيه. ده التصوير. خلاص كده؟ خلاص قام ان هو بيفوت على كل المستشفيات ليلم الاشعات اللي مرميه على الارض ويدي له واحده منه وهو نصيبه. دي بروكوجينيك بتاع عفريت ازرق مالناش دعوه. لا ده حقيقي. مجرم. امال التاني اسمه ايه؟ طب بص في واحد جراح ما بيعرفش يعمل ولا عمليه بس فتح حياته الجراح ودي برضه مش نكته عشان بس وفي دمياط برضه. انا اقول لك بقى كل اسرار المهنه وانت ونصيبك. فهو ما بيعرفش يعمل زي ده بس. كل عيان يجي له يقول له انت عندك ازاي؟ فالعيان يقول له ما بيشتكيش من حاجه يقول له خلاص بيننا وبينك جهاز كشف ازاي؟ ايه هو؟ ايه هو جهاز كشف ازاي ده؟ ده السرير وفوقيه لمبه حمراء والسويتش بتاع اللمبه تحت السرير. يقول له اذا اللمبه الحمراء نورت يبقى عندك ازاي ده خالص؟ ينام من هنا يدوس على الكوبس ينور يقول له شفت؟ انا قلت لك عندك ازاي؟ نعم ده الطب اتطور فعلا. طيب ما هي ما الاول بس لازم يحتار يقول له انت شفت ازاي ده ولا لسه موجوده؟ اذا كانت موجوده يبقى هي دي اللي مضايقاك. بس طيب لما يكون في لينف نودز زي دي كده تقدر تقول لينفوما وانت مستريح. لينف نودز باقي هوموجينوس ما فيهاش كالسيفيكيشن ضخم جدا. كل دي لينف نودز شمال ويمين خلاص ما عندكش بقى. طيب لقيت لينف نودز زي دي في 3 4 هنا سب منتال وفي شويه هنا ديب تو ذا سترنومستايد وكده. النودز دي تنفع تكون لينفوما تنفع تكون اي حاجه ما هماش كبار قوي. فده الوقت بقى اللي تقول فيه كده ان اللينف نودز ديت محتاج انك تاخد منها بايوس. لكن ما تقولش بيت سكان مش هيفيدك في حاجه كلهم هياخدوا ابتيك. خلاص حتى لو كانوا سيركويد حتى لو كانوا تي بي مش مفيد. مش مفيد البيت سكان مش مفيد في اي حاجه. دكتور انا عندنا محاضره انا هسمي بيها بدل اللي هيسمعوني. محاضره على البيت سكان في اسكندريه كمان اسبوعين كده لجماعه بتوع الامراض الصدريه هكونهم فيه وخليه يتوب الى الله كلهم ويعمل الاستقامه بس عشان البيزنس. عشان البيزنس دفع طبعا ندفع اهله كمان. يا سلام. بس هو بره بيشتغل. نعم بيشتغل بره. عارف بيشتغل ليه؟ لان الناس اللي بره مش هي اللي بتدفع الفلوس. شركه التامين هي اللي بتدفع وشركه التامين ما بتدفعش فلوس الا لو كنت مشيت زي الكتاب. يعني الكتاب بيقول 1 2 3 انت سبت 2 عملت 3 تروح في ده. لازم تمشي زي الكتاب ما بيقول. فالكتاب عندهم بيقول كده بيقول سي تي ام ار بتسكان. خلاص انت بقى قلت لنا جيت عيان وصعب عليك قلت له سيبك من البيت سكان تعالى نعمل بايوبسي وبتاع رحت في ده خلاص. طبعا. فانت القضيه كلها عندهم انك انت ما تقدرش تعالج عيان الا على هيستوباثولوجي. ما تقدرش ومفيش ولا حاجه في الايمجنج تدي لك كده بس لازم تمشي فيهم بالترتيب الاول. بس ادي كل الحكايه. لكن احنا عندنا هنا مفيش بالترتيب. ايوه طبعا انت ما تقدرش تعالج اي عيان في اي حته في الدنيا الا على هيستوباثولوجي. حتى لو انت تقسم بالله العظيم ان ده الديزيز فلان الفلاني فين بره بره تتحبس على طول. فين الدوكيمنت؟
اللي انت اديت على اساسه المريض ده دواء او عملت له جراحه، فين الدوكيمنت؟ لكن هنا جيب العيان وانزل في الشارع وجيب سكينه قديمه قوي 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 واذبح قصاد النقاب والحد الكمان، صح؟ بس ده اللي احنا شفناه بكده، اللي هو الليمفوما بالكي لينف نودز وماس في البتاع. طيب الميتاستاتيك لينف نودز بتبقى in most of the cases necrotic، يعني فيها central areas of necrosis، لكن ما يمنعش ابدا ان الميتاستاتيك نودز تكون هوموجينس. واكتر حاجه بتعمل ميتاستاتيك نودز هي النيزوفارينجيال كارسينوما، لدرجه ان البرزنتيشن ممكن يكون نودز بس ماس طالعه له في الجنب، تفتكر ان هي لينفوما، تاخد منها بايوبسي ولا تعمل سي تي تلاقي نيزوفارينجيال تيومر وميتاستاتيك، والباقي اللي هو ال20 من الاوروفاريكس وشويه منهم تبع الثايرويد. عيان معروف ان هو عنده ميلانوما وعنده النود ديت اللي هي ورا الجاجلر الحته ديت كده، and this is metastatic lymph node. خلاصه القضيه بقى، انت عندك بارافرينجال سبيس مثلث فيه فات، الحته اللي قصاد منه بيطلع منها مشاكل في المجزلة وفي المانديبل وفي المصر، وعملنا امثله للكلام دوت. الحته اللاترال هي بتاعه الديب لوب اوف ذا باروتيد جلاند، بيطلع منه كل الليجنز اللي بتطلع في الباروتيد. الحته الورانيه اسمها ذا كاروتيد كانال، بيطلع منها ثلاث حاجات مشهورين، الجلوموس والليمف نودز والنيوفايبروم. الحته الميديال ليه هي الفارينكس، سواء كان نيزو او اورو او تونسل، 98% كارسينوما و2% اشياء اخرى. هذا بالله نعم في كويز كمل كمل ومال كم تور والدت سيست، اللي هو السيست ده اللي موجود in the midline في ورا النيزو فانكس، كويس؟ ها nasopharyngeal mass on the right side ومعها otitis، يبقى nasopharyngeal carcinoma ومعها otitis. طيب انهي حته؟ في البرين ده sinus sigmoid sinus ملو؟ اي كل الهرمبيس دي الحته دي كلها كده. طبعا البارفرنجيال فات مش موجود، ده هنا موجود على الناحيه دي مش موجود على الناحيه، وعلى نفس الناحيه في اوتايتس. طيب دكتور عشان انت سؤال بس الصوره اللي فاتت بس اهو، هي دي ازاي مش لاقيه المفروض ناديه؟ اه مش باينه، هي باينه سنتر ان هي ايه؟ يعني اذا باين ان الفات مش باين هي ميديال ولا لاترال او كده، حلو قوي ماشي. ميديال اكتر من ايه؟ بص يا عم انت دوت الناحيه الثانيه السليمه خلاص، اللي هي ده الوول ده النيزوفارينكس عشان قصاد المناخير، وادي الناحيه السليمه وادي البارافارينجال فات، حلو قوي كده. طيب الحته ديت فيها ليجن ولا نورمال؟ ليجن. طيب الليجن ده هو تفتكر هيكون ميديال ولا لاترال تو ذا فات؟ هيكون ميديال غالبا، بلاش كده، خش على ودن العيان، مين اللي بيقفل الاوستيكل؟ هو النيزوفارينج. في ماس ميديال ولا لاترال تو ذا فات؟ ميديال. ادي الماس وادي الفات. نيزوفارينجيال وهي في النيزوفانكس يبقى نيزوفارينجيال كارسينوم. طيب دي في المانديبول فيها اوستيوساركوما صح؟ سان ري سبيكيوليشن اوستيوساركوما اوف ذا مانديبول، ممتاز. دي حاجة طالعة في الجلومس، أيوة أنو وقت جلومس فيهم بقى؟
رجال. ايه ده انت شديد بقى. طيب لو قلت جلوموس حلو كفايه كده. لو قلت الرجال يبقى واحده من العلامات الرجال يا جماعه اسهل واحده فيهم ان يخلي بيطلع هنا ما بين الكاروتيد ما بين الجاجلر، يعني يخلي الجاجلر في حته والكاروتيد في حته تانية. ديت من اجدع العلامات ليه ان هو يخلي الكاروتيد في مكان والجاجلر في مكان تاني. طيب هو الفرق اللي ما بين الجاجلر دي عن الاثنين ده طبيعي يعني ده طبعا في فروقات كبيره جدا. لما نيجي بقى في الهيدا اللي ليك انفكشن ربنا يوعدك يعني كده موال موال اكتر من موال دي بكتير. الهيدا النيك انفكشن على فكره اول مره بتتقال هنا بس في الكف ما اتقالتش قبل كده في اي حته تانيه. الكف هيوصل للعالميه. انا بقول كده هو هيوصل للعالميه ازاي وهو كف ممكن برضه. ما في واحد كان بيكلمني في التليفون بيقول لي ما فيش حد يهدي الشيخ اللي عندكم بدل ما هو كافر كده يبقى انت هنقول لهم جلوموس. ايه؟ قلت ايه؟ انجيو ساكوما؟ فايبروم. طيب عامل انجيو في هايبر فاسكولار ليجن والليجن نصه في المناخير ونصه في النيزوفارينكس ودخل في الترجو بلاتاين فصل. يا دكتور ما تعديش الجنب التاني؟ تعدي الجنب التاني ازاي؟ كونترالاتر؟ لا هي بتسرح كده لاترال. ده هي النيزوفارينجيال دي يا جماعه يعني ليها سكه ما بتغيرهاش خالص. يعني يدخل في السفينويد ويدخل في الترجو بلاتاين هو نظامه كده. طيب في ماس هنا اهوت كده شايفها كارسينوم. لا 19 سنه 19 مفيش فايدة فيه. وانا قلت لك لما تلاقي ماس في النيزوفارينكس بص يا عم الريس نقطة في غاية الأهمية وأنت بتمتحن عشان خاطر يبص على سن العيان. يعني خلي دوت يعني إيه روتين بالنسبة لك. بص على سن العيان هتفرق معاك جامد جدا في الجادجمنت. وبدل ما تروح وتيجي وتروح وتيجي ده هو الطفل مش طفل يعني ادوليسنت وعنده ماس النيزوفارينكس وعنده بالكي لينف نودز شمال ويمين بالظبط مانديبيلر يبقى لينفوم. دكتور من اول سن كام يعني النيزوفارينجل كارسينوم؟ لا خلي بالك ان دلوقتي في 13 سنه عنده نيزوفارينجل كارسينوم هيكون 98%. ما هو يعني عشان اللينف نودز بس انت عندك هنا في لينف نودز فانت يو ثينك انها تكون بايلاترال كمان. طيب مين؟ مفيش نيزوفارينكس هنا اصلا ده اورو دوت يبقى اورو فارينجيال كانسر او تونسيلر كانسر اللي هي الشمال دي. طيب علامات اهي وكل حاجه تمام. نعم السايد لا ده ام ار تي 2 او جايز تي 1 ويز كونتراست. الله ده مش صبغه اصلا ان ده ترجويد ماسلز ده البارافرينجيال فات ده البريفرتبرال ماسلز وده الليجن داخل كده وده غالبا مكان الفات من هنا اهو كده. And this is not of the wall of the pharynx. ده هو medial lobe of the parotid gland. أو deep lobe of the. دي البروتيد superficial lobe وده الديب لوب بتاعه. دي منجيوما. منجيوما ليه؟ مش شايف الديب لوب وهي بروتيد جلاند؟ منجيوما احنا قلنا بتاخد البتاع كله. دي منجيوما is a tumor of the pediatric age group. And deep lobe parotid tumor. على حسب بقى لازم يكون في صور تانية عشان نعرف اذا كان بناين مالينجنت ما اعرفش ايه. طبعا يا ريت لو كان كده بس هما بيطلبوا ام ار عشان العموله اقوى. تونسيلر كارسينوما او تونسيلر كارسينوما او
اوروفارينجيال كارسينوما تنفع تكون لمفومه؟ مش هيكون جاي في نودز قوي، ما ينفعش لمفومه من غير نودز؟ ممكن بس ممكن طبعا. ايه المشكله؟ عشان تونسلز. نعم لا مش عشان تونسلز، الليمفوما ممكن تبقى من غير نودز، خلي بالك. بس انت لما تشخص لشخص الكارسينوما which is more common. ده تي 1 وده تي 1 بالصبغه فات كون فات سبريشن. رايت ميزو فرينجي نيزو. ما هو اسمه ايه دوت؟ تورس تيوبات. يبقى ديت نيزو فرينجيال كارسينوما وعندها اوتايتس. عندها اوتايتس. طيب دي اللي خدناها كاروتيد كافيرنس فيستر. الكافيرنس ساينس الكبير طبعا الناس ده خلاص صح؟ من امبارح فات عليه وقت طويل. الله العظيم يا ابني. طيب ده الاوربت بقى لسه ما جينالوش، يعني ان شاء الله بكره وعليك خير كده كل دي حاجات هتبقى في الاوربت غالبا. ده اوربت برضو. ده اوربت كمان، خليك في دي. ما فيش ليزو هنا الله يهديك. اورو اورو ايه بقى؟ اورو فرنسي. فرنسي ايه بقى؟ كارسينوما مع لينف نود. ممكن نقول لينفوم عشان النودز كرومبا كبيرة وموجز تلاقي كارسينوما. الميتاستاتيك نودز اللي بالك ممكن تبقى موجز وممكن تبقى نيكروتك، ده وده يجوز. بس انت لما يجي يخيروك تختار الكومن، تختار الكومن. ايه دوت بعون الله؟ الباروتيد خلص اهو هنا، وادي الديب لوب بتاعه جلوموس. ادي الستايلويد وبدايه الليجن هنا وراها اهو الانهانسمنت ده، وبعدين نكمل على كده. يبقى دوت جلوموس. طيب ده اوربت كمان خلاص على كده يا ابوي.